ممكن نعمل مربع وبعدين نعمل الكورنر، ناخد بالط ونلف كده بس. فيندر كده عملت الجروب اللي هي اليونت اللي انا هكررها. انا بعمله اسمه باترن ديزاين، فا اوبجكت باترن ميك، اوبجكت باترن ميك. التايتل تايب اول اوبشن عندي بيبقى جريد، بس جريد مش لايقه عندي هنا، ففي اوبشنز ثانيه هيكس بايرو تداو دي احلى. انا خلاص عجبني الشكل ده فبقول له دان. الباترن اللي اتعمل لي ده هيطلع فين؟ يتحفظ في السواتشز، يتحفظ مع الالوان. طب تعالوا بقى نعمل واحده زي دي كده. هنعمل نيو ارت بورد، هعمل مربع. انا هختار الاول الباترن بتاعتي من فوق، هي بتبقى اخر باترن جاي. لو عايزه اكتب حاجه على الباترن بتاعتي فهعمل سيركل عادي وهكتب، بس تبقى نفس الكالر باليت بقى. تمام، بس في حاجات حلوه. انا دلوقتي انا استقريت على الشكل ده، عايزه اطبعه مثلا تي شيرت، ماج، الكلام ده. بيبقى فيه مقاسات، مقاسات الطباعه ايه بقى؟ الفايل اللي انا ببعته للمطبعه، التي شيرت مقاسه A4، الشنطه برضو A4، الماج A5، نص A4. انا بسلم ملف الطباعه للمطبعه ازاي؟ افتح نيو A4 وبحط فيها الديزاين PDF. مثلا هو الديزاين ده اللي انا عايزه اطبعه على تي شيرت، هاخده كوبي على سيف از PDF. مثلا بتعامل مع كلاينت ولازم اشوف الديزاين قبل ما انا اطبع، فهبعته له ازاي؟ هعمل برزنتيشن للديزاين بتاعي موكب على تي شيرت او على ماج. دخلت على موقع فري بيك، ده تي شيرت موكب. اوريكم شكل الفايل بينزل ازاي، وبيبقى مضغوط كده كومبريس الفايل كده زي عاملاه ايه كليك يمين اكستراكت. هفتحه عادي، انا عندي موكب، هعمل برزنتيشن، هحط الديزاين بتاعي ازاي. بعمل دبل كليك، شايف الايكون اللي انا عامل عليها دبل كليك، هحط الديزاين بتاعي فيها، هاخده كوبي موكب. ناقص كده ايه اللي عليها كتابه اللي هي الفرونت. بضغط دبل كليك كده برده. طب عايز اعمل على تي شيرت، نزل برده موكب لتي شيرت. نزلت مثلا الموكب بتاع التي شيرت ده، حلو، بعملها مالتي بلور. طبعا الطباعه على تي شيرت بتبقى ايه فور، فمش بتبقى على الكم والحاجات دي. لازم ابقى ببعت للعميل حاجه شبه اللي هتطبع. بصوا تحت الكايند هنا مالتي بلاي دي عشان ايه؟ باين الاضاءه من هنا. تعالى ارجعها نورمال، تحس ان هي ملزوقه كده، لما مالتي بلاي تحس ان هي مطبوعه عليها. نعملها على بتاعت التوتي باك برده. فكده عملنا ايه؟ الموكب للتوتي باك.